شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. كان أكو لاعب اسمه روبرتو كارلوس جيل مارسيلو أطبق على صفحة. أكو مذيع كان يسميه القصير المكير، يسجل ويصنع أهداف حاسمة برغم من أنه هجوم ريال مدريد والبرازيل فطاحلة في وقتها. هذا هو الآيباد ميني 5، روبرتو كارلوس الآيبادات. أبل تتفاخر بالآيباد برو، الناس تحكي عن الآيباد 8 والسعر المناسب، الآيباد إير 4 البعض يعتبره بديل ممتاز للآيباد برو، بينما أكثر آيباد عنده شعبية وخصوصا بالعراق هو الآيباد ميني 5. أداء قوي، شاشة مثالية للألعاب، خفيف الوزن، لو تلعب بالساعات ما راح تحس بوزن الآيباد ميني 5، ويمكن حتى أخف من كنترولر البلاي ستيشن. الآيباد ميني 5 تم إصداره في الشهر الثالث من عام 2019، يعني صار له سنتين، والمطالبات كثيرة حاليا بأنه أبل ضروري تنزل آيباد ميني 6 بتصميم جديد مثل ما سوت مع الآيباد إير 4 اللي إجا بتصميم مشابه للآيباد برو. وأنا سويت فيديو عن أحدث تسريبات الآيباد ميني 6، تقدرون تشوفوه، راح يطلع لكم بالآيل فوق أو بعد انتهاء هذا الفيديو. بس إحنا اليوم ما جايين نحكي عن الآيباد ميني 6، إحنا نريد نعرف الآيباد ميني 5 بعده يسوى أن تشتري بعد سنتين من إصداره؟ أول شيء راح نحكي به هو الشاشة. حجم الشاشة هو 7.9 إنج، حجم مثالي جدا للألعاب. مدى الرؤية في الألعاب مثل بابجي وكول أوف ديوتي يعتبر جيد جدا. البكسل في الإنج الواحد عددها 324 بي بي آي، ومقارنة بالآيباد 8 اللي يجي 264 بي بي آي، الآيباد ميني 5 ينطيك نقاوة شاشة أفضل من الآيباد 8. أيضا الآيباد ميني 5 أفضل من الآيباد 8 باختيارات الذاكرة الداخلية، لأنه الآيباد ميني 5 يجي بذواكر 64 و256 جيجا بايت، بينما الآيباد 8 يجي بذواكر 32 و128 جيجا بايت. ال 128 جيجا بايت ما بيها مشكلة، بس 32 جيجا بايت شنو السالفة أبل؟ دقيقة لحظة، شو دا حس الفيديو انقلب مقارنة ما بين الميني 5 والآيباد 8؟ يلا مو مشكلة، خلي نكمل سلسلة الاختلافات ما بين الميني 5 والآيباد 8 قبل ما ننتقل لأداء الميني 5. الآيباد ميني 5 بالإضافة إلى جودة الشاشة الأفضل وخيارات الذواكر الممتازة يتمتع بمواصفات أخرى أفضل من الآيباد 8. مثلا الميني 5 يجيب تقنية البلوتوث 5.0 بينما الآيباد 8 يجيب 4.2. كذلك الآيباد ميني 5 يجيب كاميرا أمامية أفضل 7 ميجا بكسل بينما بالآيباد 8 1.2 ميجا بكسل. شو تضحك؟ والله مو شقة، 1.2 ميجا بكسل. كاميرا 7 ميجا بكسل بالآيباد ميني 5 تخليك تصور فيديو لحد 1080 30 فريم بير سكند، بينما الآيباد 8 أقصى حد لتصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية هو 720 30 فريم بير سكند. وأيضا برغم أنه صوت الآيباد 8 أعلى من الآيباد ميني 5، إلا أنه صوت السبيكرز بالآيباد ميني 5 تعتبر أكثر نقاوة. لكن مع هذا الآيباد 8 يبقى شاشته أكبر للي متعود على الشاشات الكبيرة، والأهم أنه بطاريته أفضل بكثير من الآيباد ميني 5، لأنه صراحة الـ 5124 ميلي آمز اللي بالآيباد ميني 5 تعتبر غير مثالية إذا تلعب ألعاب ثقيلة بكثرة مثل بابجي وكول أوف ديوتي. لكن الحلو بالموضوع أنه أنت تقدر تشحن الآيباد ميني 5 بوقت أسرع من الآيباد 8، طبعا بحكم أنه البطارية أقل حجما من الآيباد 8. والآن ننتقل إلى الأداء، والمقياس الحقيقي لقوة المعالج صراحة هي لعبة بابجي. الآيباد ميني 5 يقدر يشغل بابجي على فريمات إكستريم إذا خليت الجرافيكس على السموث أو البالانسد، وينطيني أداء ممتاز صراحة. الحرارة تبدي بالتدريج بعد مدة لعب تتجاوز لثلاثة أرباع ساعة، لكن حقيقة اللعبة تستهلك من البطارية بشكل كبير حتى تنطيك جرافيكس ممتازة. وأيضا لازم تخلي بنظر الاعتبار بطارية الميني هي بطارية ليست بكبيرة مثل ما قلنا 5124 ميلي آمس، لكن أرجع وأقول الآيباد ميني 5 يشحن بسرعة خصوصا إذا الشاحن اللي عندك هو 10 واط أو أكبر. بالنهاية هل الآيباد ميني 5 يسوى تشتري؟ هو يسوى بس مو هسه، انتظر حاليا لأنه تسريبات كثيرة تقول الآيبادات الجديدة قادمة قريبا جدا، وإذا تم الإعلان عن الآيباد ميني 6 الجديد ونزل بالسوق فأكيد راح ينزل سعر الآيباد ميني 5 وتقدر تشتريه بسعر أفضل، خصوصا وأنه النسخة المتوفرة بالسوق حاليا من الآيباد ميني هي نسخة 256 جيجا بايت اللي سعرها ما يقارب الـ 500 دولار. لكن اللي ما يقدر ينتظر لمدة ممكن تكون أكثر من شهر على ما يشتري آيباد، فأقول لك الآيباد ميني 5 خيار ممتاز، وبالنسبة إلي أفضل على الآيباد 8. وبالنهاية إذا يعجبكم المحتوى اللي نقدمه حطونا لايك، وتابعوني على حساباتي فيسبوك انستغرام تويتر اللي راح تطلع لكم بالشاشة، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.